سي جينيرالمون ديما في فورما ديما في فورما ان شاء الله نسي كل اسبوع فين نكونوا اون بلان فورم. دونك اليوم شنو معنا في الدبار؟ اليوم نبداو بالشربه شربه شعير بالحمعلوش تحبوا معناها تعرفوها شنو باهي المكونات شنو نستحقوا فيها كيفاش نبداو؟ نحطوا شويه زيت شويه بصل شويه طماطم نقليوه مليح نحطوا له شعيره نحطوا بملح وشعيره سكر باش الخرصيه نتاع الطماطم نقليوها هذه استوس ايوا وبعد نغليوا الماء سخون نقليوها مليح مليح وبعد نصبوا الماء سخون وبعد عندنا الشربه شربه مقليه هي ونزيدوا نقليوها فوق في المقله هذه شربه الشعيره نقليوها وبعد نحطوها في الشربه هيك ونحطوا لها شويه كلافس ونخليوها والفواحات وتغلي هكي ملح كيما كركم شوف فلفل كحل وفلفل احمر بي هذا بالنسبه لشربه الشاي بالعلوش سهله ماهله خفيفه شايف حتى الرجال ينجموا يطيبوا شربه يعاونوا نسي شويه حتى الرجال تطيب زاد حتى شربه بي نمشي للبلا الثاني شنو هي سلطتنا اليوم؟ اليوم معنا سلطه سيزار فما ناس يعرفوها فما ناس ما يعرفوهاش فهمت سلطه سيزار بنينه برشا زاد انا نحبها بالنسبه لي انا ديما باهي خفيفه سورتو الصغيرات يحبوها تلقى فيها فرماج سكالوب دونك يحبوها برشا الصغار في الطاوله شنو نستحقوا فيها شيف؟ نستحقوا فيها سلطه لوتي فرماج خبز خبز مقلي نقليوه نقصوه جويد مقلي في الزيت ولا في الزيت محمر. في الزيت لا زيت في الزيت تقلها خبز جويد وعندنا السكالوب نقصوه ونشويوه وهاك تبردوا شويه وتحطوا على السلطه وشويه طماطم دونك كيما السلطه العاديه باش تقص الخضره نتاعها فيها عندها حاجه اللي فيها فما فيها زيت فيها موتار فيها زيت وموتار وشويه ملح شويه فحم شويه ملح وشويه قارص كيما جينيرالمون الصوص اللي تتحط في السلطه الخضراء العاديه باهي هذا بالنسبه لسلطه سيزار سهله مهله زاد خفيفه ما هيش حاجه صعيبه نمشي للبلا برانسيبال شيف البلا برانسيبال شنو عندنا اليوم؟ عندنا كربونارا شنو هي الكربونارا هذيا؟ كربونارا ما يعرفوها برشا تلاين يعرفوها تلاين برشا وفما اللي معناها اي اللي هي بيصير الشيف فات عليك الظروف نركحوا لك احنا التليفون نحطوه سيلونسيو تفضل شيف اي عندنا سلطه سيزار معناها اي نمشيو للبلا برانسيبال اللي هو الكربونارا عندنا الكربونارا نحطوا نقليو الدجاج في الزبده شويه زبده شويه بصل نقليوهم مليح ومعاها الشامبينيون قليهم يطيبوا يحمروا السكالوب الدجاج ولا السكالوب تنجم تخدمها وبعد تحط الحليب وتحط شويه حليب شويه كريم فريش نجم نقولوا نسوج بشاميل لا 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 مش كيما بشاميل البشاميل فيها فرينه هذه لا ما فيهاش زيت في فرماج يحطوا لها فرماج ونعملوا شويه سباغيتي فيها سباغيتي نسمتوها ونحطوها فيها دونك هذه هي الكربونارا هذه كربونارا بي بنينه زاد ما فيهاش طماطم ما فيهاش طماطم معجونه صوص بلانش فما اللي معناها يحب معناها الصغار ياكلوها بلانش والكبار نجم تحط لهم شويه هريسه هريسه تولي روزي فهمت كيما تيلي شوفريت روزي نجم تعملها هيك فما اللي يحبها ما يحبش حمام معناها يبدل لها الكولور نتاعها هذه بالنسبه للكربونارا اللي مشيتو للديسير شيف عندنا عصيد دقلة ياسر بنينه عصيد دقلة نعملو طل دقلة نرحيوه ومن بعد نحطو اترا نص حليب فستك الدقلة هيك تحلها ما غير سكر هي بيد سكر الدقله اللي نرحيوها نجموا نستعملوا الدقله اللي يعملوها المعجونه اللي يعملوها في المقروض ولا لازم الدقله لا الاخرى لا دقله تشريها دقله باهيه دقله النور ولا اي نوع من الدقله اي دقله معناها تجي فيها تحط الحليب تحط على الطل تحط 7 مغارف فرينه وتحط فيها 200 غرام جرجلين مرحي هاك تحلهم كل ما بعضهم مع الحليب
وطيبها، طيبة كل عصيدة كما عصيدة. قديش تقعد على النار مدتها؟ فيسة فيسة معناها درجة درجة نص درجين هكا كيما الكريمة معناها وقت تشوفها بديت تشد روحها وتغلي وطيبها طيبها وتحطها تولي طيب لها كريمة متاحها من فوق زين بيها كيما العصيد بفريوة كيما عصيد الدقلة عصيد زقوق واي نوع من العصايد. واضح شيف. دونك منيو اليوم دونك عندنا شربة شعير بالعلوش، سلطة سيزار، والكربونارا، ونحليه بالعصيدة الدقلة. ان شاء الله المنيو هكا كان عجبهم، حاجة مشخشخة، حاجة بينا سهلة ما تاخوش برشا وقت، نجمك يبداو توا من 5 غير 4 مع شقاد الفطر يخلطوا يلقاو المنيو حاضر. تنجموا ترجعوا لي زانغريديون الكل على الباج فيسبوك راديو كاب اف ام. شيف سونيا يعطيك الصحة، شي طيبة. يعيشك، شي طيبة الناس الكل واللي يسمعوا فيا. شكرا لك. 4:39 مواصلين معكم حتى 6 نتاع العشاء، شوية أخرى نشوفوا صحتكم في